السلام عليكم. اليوم في الفيديو هذا باش نوريكم بالدليل انه جمهور النادي الافريقي ومولودية الجزائر عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة في تونس وخارج تونس، على خاطر برشا عباد ما صدقونيش واكثر من هكا استهزؤوا بكلامي وقالوا لي نعرفوا جمهور الكلوب والمولودية عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة في تونس وخارج تونس وبالتحديد في كوكب زحل وكوكب المريخ ودراوين ودراوين. اليوم في الفيديو هذا باش نوريكم وبالدليل انه الجماهير هذوما الزوز عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة خارج تونس. برشا عباد سألوني علاش انا محب للنادي الافريقي ونحكي على مولودية الجزائر في القناة هذه. اول حاجة نحكي على النادي الافريقي، مولودية الجزائر، درجة اقل الترجي الرياضي التونسي، وبالطبيعة ننبروا على النجم الرياضي الساحلي. لكن اوفون رانا ما نكره حتى حد، كلنا توانسة وبكلنا اخوات. حبوا ولا نكروا، اكثر جمعية تعمل شارم للبطولة هي النجم الرياضي الساحلي. برشا عباد يقول لك ما خيبها البطولة ما غير النادي الافريقي، نقول لك لا مش صحيح، ما ثماش بطولة ما غير النادي الافريقي. اما ما خيبها البطولة كي تبدا النجم الرياضي الساحلي عندها مسؤولين باردين، على خاطر الشارم نتاع النجم الرياضي الساحلي في المسؤولين المحرحين نتاعها وفي التنغنيغ نتاع مسؤوليها، وسبحان الله كل جمعية والشارم نتاعها. النجم الرياضي الساحلي في المسؤولين نتاعها، الترجي الرياضي التونسي في الألقاب نتاعها، والنادي الافريقي في جمهور. جيو توا للنادي الافريقي ومولودية الجزائر، ثم حاجة ما يعرفوهاش احباء النادي الافريقي والا المولودية والا الرياضة بصفة عام، انه اقرب فريق واكثر فريق يشبه للنادي الافريقي برشا عباد يمشي في باله الزمالك المصري والا الوداد المغربي، لكن هذا مش صحيح. اقرب فريق هو مولودية الجزائر. مولودية الجزائر نسخة مطابقة للأصل للنادي الإفريقي والعكس صحيح. شد عندك عبارة نحكي على جمعية واحدة، الزوج جمعيات عندهم أكبر قاعدة جماهيرية في بلادهم، الزوج جمعيات ملقبين بفريق الشعب، الزوج هزوا مرة بركة الشامبيونز ليج، الزوج جمعيات ما بركتهم كان الإدارة متاحهم، وكل إدارة جي فاسدة وسرقة أعظم من اللي قبلها. الزوج جمعيات الفريق متاحهم ديما يعكز ويهز في بطولة كل 10 سنين، والجمهور متاعها يحبها ويعشقها وكينها الجمعية تحصد في كل الألقاب كل موسم. ياكاو مش تحبوا أكثر من هكا؟ النادي الإفريقي ومولودية الجزائر لو كان ما كانش الجمهور الكبير وراه ما نتصورش شنو كان يصير فيهم، على خاطر الجمعية عمرها ما كانت ألقاب، الجمعية أنصار أقبل الألقاب وبالدليل. الملعب التونسي كان فريق ألقاب، الأولمبي للنقل هز الألقاب، خلاو عليهم الجمهور نتاعهم، نشوفوا توا الأولمبي في النقل يلعب في الأقسام السفلى. الملعب التونسي انزل للدرجة الثانية وما عادش فريق يراهن على الألقاب. في المقابل النادي الإفريقي والمولودية بجمهورها باللي صار عليهم يقعدوا ديما فرق ألقاب، فرق كبيرة، وبإذن الله شيء ما يصير. نجيو توا للقاعدة الجماهيرية نتاع الفريقين ونبداو بالنادي الإفريقي. باهي، هذه الإحصائيات نتاع القناة نتاعنا والفيديو هذا حكيت فيه عن النادي الإفريقي وعمل 12000 مشاهدة. بحكم انها القناة صغيرة فيها 1200 مشتركة كاو تتسمى مشاهدة كبيرة. المنطقة الجغرافية ذوما العباد منين تفرجوا على الفيديو هذا وعدد المشاهدات، نبدأ نقطروا عليها. الامارات العربية المتحدة 10، السيادة 12، المملكة المتحدة بريطانيا 23، السعودية 29، سويسرا 36، بلجيكا 36، امريكا 40، قطر 40، كندا 46، الجزائر 165، ألمانيا 196، إيطاليا 296، فرنسا 901، وتونس 9990. هذوما 14 بلاد تفرجوا في الفيديو هذا، يعني جماهير النادي الإفريقي في 14 بلاد. ولو كان نعمل إحصائيات متاع القناة كاملة نلقاو جماهير النادي الإفريقي موجودين في 40 ولا 45 دولة في العالم. نجيو توا للإحصائيات متاع مولودية الجزائر. هذايا الفيديو الخاص بأحباء مولودية الجزائر وحكيت فيه على المولودية. الفيديو هذا عامل تقريبا 5000 مشاهدة. نتفرج المشاهدات من ألمانيا 12، إسبانيا 15، أمريكا 17، كندا 20، بريطانيا 24، تونس 33، فرنسا 209، والجزائر 3809. تقريبا 10 بلدان تفرجوا في الفيديو هذا، يعني جماهير المولودية موجودين في الفيديو هذا أكاهو في 10 بلدان. لو كان نعمل إحصائيات كيف كيف متاع القناة كاملة على المولودية نلقاهم تقريبا
موجودين في 35-40 دولة. كيف ما كنا نشوفوا مع بعضنا، شفنا القاعدة الجماهيرية متاع زوز فرق خارج بلادهم، وهذا كان يدل على حاجة، يدل على حب الجماهير للفرق متاعها حتى